هذا المشفى يعتبر الأول على مستوى البلاد لمعالجة الأمراض النفسية والإدمان، رغم مرور عدة أشهر فقط على افتتاح مشفى النهى لعلاج الأمراض النفسية والإدمان بوادي حضرموت، إلا أنه بات ممتلئا بكثير من حالات الإدمان خاصة لمتعاطي مخدر الشابو. رغم أن المستشفى إلى الآن لم يكن لها إعلان رسمي أو افتتاح رسمي، إلا أن الحاجة الموجودة والإقبال كان أكبر مما توقعنا بكثير. مادة الشابو راجت رجاء رواج كبير، ويمكن أن نوصف انتشار مادة الشابو كأنه وباء مثل بقية الوباءات، يعني وباء ينتشر في أفراد وثم ينتشر، وانتشار استعاطي مادة الشابو وباء الشابو انتشار للأسف سريع وكبير، ويأخذ شريحة كبيرة من الشباب ومن كافة من جرعة واحدة لمخدر الشابو يكون الإدمان، يقول الأطباء المختصون، في حين يستغرق العلاج لها عدة أشهر داخل أروقة المشفى، وهو ما يعني التركيب الخطير لهذا المخدر السام الذي بات يصفه المختصون بالوباء. المشاكل الكبيرة في التعاطي هو ظهور مادة جديدة ومنتشرة في المجتمع في الوقت الحالي، وهي مادة الشابو وتعاطي مادة الشابو. طبعا هذه المشكلة أن المادة هذه مادة إدمانية وشديدة الإدمان، يعني بالإمكان أن الشخص من تعاطي مرة ومرتين أن يدخل إلى إدمان، والإقلاع عنها صعب ويحتاج جهد كبير. طبعا بالنسبة للحالات في المستشفى، طبعا الإقبال في المستشفى كبير، وهذه مشكلة صراحة. يعني المشكلة أنه اللي يحضر عدد كبير، والأكيد الموجود أن الحالات التي لا تحضر عدد أكبر وأكبر. الحاجة لمثل هذه المنشآت الصحية لمعالجة حالات الإدمان وإتاحتها للجميع تمثل حاجة ملحة جدا، فغياب المستشفيات الحكومية المتخصصة في علاج حالات الإدمان تزيد من معاناة طالبي العلاج الذين يقطعون مسافات طويلة من مختلف المحافظات.